بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. النهاردة الفيديو بعنوان عكس عرض مقطع من الفيديو، إزاي نعكس مقطع معين من الفيديو كليب معين كده، نعكس طريقة العرض بتاعته أفقيا أو رأسيا أو يعني بمحددات مختلفة. تعالى نبدأ على بركة الله. نيو بروجكت، مشروع عمل جديد، و مباشرة نعمل فينش ونضيف أي فيديو نشتغل عليه، وليكن الفيديو ده مثلا بالسحب والإفلات في منطقة العمل كده نكبر. طيب أنا عندي هنا أدي لوحة المفاتيح ماشي، وهنا الماوس على اليمين، أنا عايز الماوس على اليسار مثلا في مقطع معين أو في الفيديو بحاله، عايز أعمل له يعني إن أنا أعكس العرض بتاعه. انتبه إن هنا فيه أدوات أهيت في منطقة التولز كاتنج اند سبليتنج، هنا فيه ده بيعمل روتيتو كده استدارة 90 90 كده، عكسها ماشي 90 90، وهنا ده باليمين وده باليسار طبعا كل ضغطة بتسعين درجة. وهنا فيه طبعا هنا لو ضغطت عليها مباشر كده ماشي بتظهر لي القائمة دي المنسدلة دي، وفيها الفليب اللي هو الافقي ده. هنا الماوس اتحرك لناحيه اليسار ولوحه المفاتيح لليمين تمام، ونفس الكلام لو ضغطنا عليه كمان مره هنا ده الوضع الطبيعي، الماوس على اليمين تمام، وهنا فيه انعكاس يعني راسي، لوحه المفاتيح اصبحت هي في الاعلى والشاشه هي اللي في الاسفل، يعني عكسنا الوضع كده. ونفس الكلام لو ضغطت عليها كمان مره ماشي ده بتعكس الفيديو بالكامل. طب لو عاوز اعمل يعني انعكاس كده لكليب معين من الفيديو، كليب معين اعمل ايه؟ بعمل اختصاص للكليب ده، وليكن مثلا من اول الفيديو لحد مثلا الثانية رقم 5 هنا كده، بروح على كاتنج اند سبليتنج دي، سبليت دي، واضغط عليها مرة واحدة فبيعمل لي تقسيم للفيديو بتاعي لاتنين كليب، كليب اهوت وكليب اهوت، دي واحد اتنين. الكليب الاول ده هو اللي عاوز اعمل له انعكاس مثلا افقي كده، اضغط على دي، الماوس هو اللي على اليمين على اليسار، والمقطع التاني ده الماوس على اليمين. لو عملنا كده ورحنا لبروجكت وعملنا بريفيو، طبعا هيعرض من اللحظة الحالية، هنا الماوس انتبه على اليسار، وبعد الثانية 5 بينتقل الماوس على اليمين ماشي، لأننا عملنا الحركة ديت في الخمس ثواني الأولى فقط تمام. كمان فيه طبعا أدوات أخرى في منطقة الكاتنج أند سبليتنج في القائمة المنسدلة دي، يعني أدعوك لتصفح كل الأدوات ديت واستكشافها. طبعا التطبيق الرائع ده الـ VSDC تطبيق مجاني تماما، ليس فيه ليس مدفوع، مش مدفوع يعني ما فيش فيه فلوس، ولكن طبعا في بعض المهارات او بعض الامكانيات في الاصدار المدفوع. الاصدار المجاني فيه اغلب الامكانيات، ولكن طبعا في امكانيات رائعه في الاصدار المدفوع. بندعوكم لتصفح المحتويات الادوات دي، كمان لو المعلومة مفيدة يعني ادعمنا بمشاركة الفيديوهات، اشترك في القناة واضغط على زر التنبيهات، اكتب لنا تعليقا طيبا، ما تنساش تضغط على زر لايك، وشكرا لمشاهدتكم الطيبة. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.